اجتماع هو الأول من نوعه بين الفريق الاقتصادي الذي يقوده وزير المالية محمد شمشك ومستثمرين دوليين منذ تشكيل الحكومة الجديدة قبل نحو شهرين. هدف الاجتماع كان مناقشة السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية. الوزير شمشك أبلغ المستثمرين دعم الرئيس أردوغان سياسة التجديد النقدي، كما أبدى تفاؤلاً بأن التضخم الذي وصل في يوليو الماضي إلى نحو 48% سيبدأ بالانخفاض بحلول منتصف العام المقبل. ويتوقع خبراء الاقتصاد بأن قرارات اقتصادية جديدة ستتخذ لمواجهة التباطؤ الاقتصادي. وكان العجز التجاري التركي زاد في يوليو الماضي إلى نحو 16% ليبلغ على أساس سنوي أكثر من 12 مليار دولار. وتولي السياسة الاقتصادية الجديدة أهمية كبيرة للاستثمارات الخارجية وفق سياسات السوق التقليدية التي أعيد العمل بها.